أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير for following and ask Allah سبحانه وتعالى to accept from all of us يا رب العالمين. We stopped the last time with سورة النصر، سورة number 110 آيات of 53 آيات. Today was سورة المثل 111 آيات of 55 آيات. If you want to listen or to repeat after me will be okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي يدا. What it is? Try think about it. مد جائز منفصل with two words. أبي مد طبيعي. لهبيو بيو تو كسرة عن واو إز تو كسرة عن واو ها إدغام لهبيو كوز تو كسرة إز لك نون وتب قلقلة بجوز ونو ستوب تشينج تو ساكن ما أغنى عنه ماله وما كسب ما مد جائز منفصل أغنى طبيعي عنه نون ساكن انها إظهار ماله و مد صلة صورة smaller connecting lengthening وما طبيعي كسب قلقلة سيصلى نارا ذات لهب سيصلى طبيعي نا طبيعي نارا this is will be changed to one if you stop نارا ذا ذا after the two فتحة is إخفاء ذا ألف itself is مد طبيعي ذات لهب قلقلة وامرأته حمالة الحطب وام ميم ساكن راء إظهار وامرأته حمالة نط همالة حمالة comes from neglect. حمالة means bearing. حمالة الحطب. حما ميم حرف أغن مشدد. حمالة لم قمري. حطب قلقلة. في جيدها حبل من مسد. في طبيعي جيدها طبيعي حب قلقلة. حبل من إدغام مزغنة مما إدغام مزغنة جزء ميم مفترض أنه ساكن مما ساد قلقلة and change the to كسرة مي to ساكن and this ميم in case of you مسادم بي you go connect to the قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم then it will be إقلاب وأسك الله bless you and make it easy for all of us next time will be سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد which is Surah 112, Ayat of it 4. Ask Allah accept from all of us. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remember to like and share and subscribe. Wa jazakum Allah khayran.